السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تسترد الملفات بتاعتك من فلاشة تلفة او معطلة لا تعمل، او بتطلب منك الفورمات كل ما تيجي تحاول ان انت تفتح الفلاشة. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض هوري لحضرتك بعض من المشكلات اللي بتظهر، اما ان الفلاشة بتظهر عندك بالصورة ديت او بالصورة ديت، او ان هي اصلا انت ما بتعرفش تفتحها نهائي. طيب عشان نبدا الفيديو عايزك لو تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناه وتابع معايا الفيديو للنهايه. الخطوه الاولانيه اللي انا هعملها ان انا هفتح المتصفح بتاعي واجي في خانه البحث فوق اضع فيها الرابط بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغل بيه، ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو، وننتظر لحد ما صفحه التحميل تفتح بتاع البرنامج. طبعا البرنامج ده الميزه بتاعته ان هو فيه فتره مجانيه للاستخدام، طبعا هو برنامج مدفوع لكن فيه فتره مجانيه بيسمح ليك ان انت تستعيد ملفات من الفلاشه بتاعتك حوالي 2 جيجا. دي طبعا بتبقى هديه من البرنامج في بدايه تحميلك ليه. طبعا هتضغط بعد كده على اللي هو الداونلود، تمام كده اهوت، هتلاقي بعد كده عمليه الداونلود تبدا معاك. تمام، هو طبعا بيقول لي انت كنت محمله قبل كده فهو خلاص مش محتاج ان هو يحمله مرة تانية، لكن بالنسبة لك هتحمله. طيب بعد ما اتحملت البرنامج تضغط على فتح عشان تعمل له عملية الستاب العادي خالص. تمام كده هو هبدأ اعمل له عملية الستاب. تمام، وانتظر، اقول له هنا تثبيت. تمام، وانتظر لحد ما يتم يظهر عندي على سطح المكتب الايقونة بتاعته. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج ظهر، هبدأ اضغط عليه واقول له نعم، هيبدا البرنامج بتاعي يشتغل. تمام، هقفل البرنامج وابدا اوصل الفلاشه بتاعتي اللي مش شغاله على جهاز الكمبيوتر بتاعي. بعد ما وصلت الفلاشه بتاعتي اللي هي التالفه او اللي هي ما بتظهرش او اللي هي بتطلب مني فرومات قبل ما افتحها، طبعا كده لو انا عملت فرومات هخسر الداتا اللي موجوده على الفلاشه. هبدا اشغل البرنامج مره ثانيه بالضغط عليه، هقول له نعم، وانتظر لحد ما البرنامج يفتح معايا. تمام كده، وبعد كده اضغط هنا على انكر هنا لتحديد محرك الاقراص. تمام كده الفلاشه بتاعتي طبعا اللي هي يو اس بي زي ما حضرتك شايف كده هي مساحتها 3 جيجا و74 يعني قرب ال 4 جيجا. هبدا احددها له. تمام كده اهوت، بمجرد ما حددها هيبدا هو يعمل عليها عمليه فحص لكل الملفات اللي موجودة عليها عشان أبدأ أعمل عملية استعادة لكل الملفات. طبعا كل اللي انت هتعمله ان انت تنتظر لحديد ما الملفات اللي موجودة على الفلاشة يتم مسحها بالكامل عشان نقدر نرجع الملفات اللي احنا محتاجينها. انا طبعا هوقف الفيديو ده لحين انتهاء عملية المسح، وطبعا وصل لحديد 11%، بس انا عشان مطولوش عليك هوقف وارجع ليك بعد ما عملية المسح تكون انتهت، واوري لحضرتك ازاي هنرجع الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة بمنتهى البساطة، وفي نفس الوقت تبقى ملفات شغالة مفيهاش اي مشكلة. تابع معايا الفيديو. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج انتهى من استعادة كل الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي اكتمل الفحص. هنبدأ المرحلة التانية، هي مرحلة استعادة الملفات من على الفلاشة. تابع معايا الفيديو. الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح رايح على حاجة اسمها مسار الملف عشان يظهر لي كل الملفات اللي انا محتاج ان انا ارجعها. اضغط على مسار الملف، زي ما حضرتك شايف كده ظهرت كل الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة وانا حابب ان انا اعملها عملية استعادة. على سبيل المثال هنا في ملف مضغوط انا عايز ارجعه، هنا في ملف صورة، هنا في ملف فيديو، هنا في ملف صوت. تمام كده، وهنا في كانت مذكرة انا كنت حاططها للصف الثالث الثانوي فانا عايز ارجع الحاجات ديت. نيجي بقى لخطوة مهمة هنبهك ليها. البرنامج طبعا زي ما قلت لك في الاول بيدي لك مساحة 2 جيجا فري ترجعهم من على اي فلاشة كان فيها اي مشكلة. لو انت حضرتك لاحظت انا طبعا استعملت البرنامج قبل كده فرجعت منه 99 ميجا، فبيقول لي المساحة المتبقية ليك من ال 2 جيجا يعني 2 جيجا الا 2 جيجا الا تلت يعني 1 جيجا و80.
تمام كده. يعني خلي بالك ان انت كل مره بتيجي ترجع بيانات كانت موجوده على فلاشه بيبدا يعد لك لحد ما تخلص ال 2 جيجا الفري بتاعتك، تمام. فطبعا حاول ان انت تستخدم البرنامج في استعاده الملفات اللي انت ما تقدرش تعوضها مره تانية عشان تستفيد بالبرنامج. او ممكن حل تاني للموضوع ده هو ان انت ممكن مثلا تستخدم البرنامج ده على جهاز كمبيوتر، وبعد كده ممكن لو انت حابب عندك فلاشة تانية تسطب البرنامج على جهاز كمبيوتر تاني وتستفيد برضو بعرض الاتنين جيجا اللي البرنامج منحهم ليك. يبقى ممكن مثلا كل جهاز كمبيوتر ليك هتسطب عليه البرنامج يبقى ليك 2 جيجا. يعني كل مرة تحاول ان انت ترجع جزء من الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة بتاعتك اللي هي تالفة او ما بتشتغلش او بتطلب الفورمات، بحيث ان انت تستفيد باكبر عدد من الجيجات اللي كانت موجودة على الفلاشة بتاعتك كحل لمشكلة ان هو مش مديلك الا 2 جيجا. طيب نبدأ بقى الخطوة التانية اللي هي عملية الاستعادة. هنا بيقول لي حدد المكان اللي انت هترجع فيه الملفات، فابدأ اعمل اضغط على اللي هو التصفح، تمام كده اهوت. وبعد كده اقول له انت عايز ترجع الملفات فين، فانا اقول له على سطح المكتب، تمام كده، واقول له انشاء مجلد جديد، فيبدا يعمل لي مجلد جديد هحدده له وابدا اضغط على كلمه موافق، وبعد كده انزل اضغط على كلمه حسنا عشان تبدا عمليه الاستعاده. زي ما حضرتك شايف كده عمليه استعاده الملفات من الفلاشه التالفه بدات. هنتظر لحد ما تنتهي. هو بيقول لي خلاص انا انتهيت من الاستعاده. هو بيقول لي قم بتفعيل الاصدار المدفوع لتتمكن يعني من ان انت ترجع بيانات مش محدده بجيجات معينه. وبينبهك بيقول لك ان انت استرجعت حوالي 200 ميجا، ففاضل ليك دي المساحه المتبقيه ليك ان انت تستعيد منها اللي هي 1 جيجا و80. تمام، هقفل انا الرساله ديت، هقفل البرنامج مش محتاجه. هجيب بقى المجلد اللي انا حطيته على سطح المكتب واستعدت فيه البيانات، هبدأ افتح المجلد ده ونشوف الملفات بتاعتي رجعت وهل هي راجعة شغالة ولا مش شغالة. ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هبدأ افتح، تمام كده اهوت. زي ما حضرتك شايف كده اللي هي اكبر بس لحضرتك العرض، تمام، خليها ايقونات كبيرة. زي ما حضرتك شايف كده الصورة اللي كانت موجودة رجعت، هفتحها لحضرتك وابين لك ان الصورة صورة سليمة مش تالفة، تمام. زي ما حضرتك شايف كده ده طبعا صورة مصغرة كنت عاملها الفيديو موجود على القناة بتاعتنا، تمام. هبدأ أشغل ملف فيديو كان موجود على الفلاشة وأنا قدرت إن أنا أرجعه، تمام، شغله. طبعا الفيديو ده فيديو برضه من الفيديوهات اللي موجودة على القناة بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف كده الفيديو راجع مفيهوش أي مشكلة، شغال بدون أي مشاكل. طيب في ملف، طبعا ملف صوتي، هو عبارة عن ملف قرآن. أنا مش هحاول إن أنا أشغله لأن طبعا دي حقوق طبع ونشر عشان الفيديو بتاعي ما يحصلش فيه مشكلة. الملف المضغوط زي ما حضرتك شايف كده رجع. لو أنا حبيت إن أنا أفك الضغط بتاعه عشان أتأكد إن هو سليم، تمام، هيتفك الضغط بتاعه مفيهوش أي مشكلة. طيب لو أنا رجعت أشوف برضو اللي هي المذكرة اللي كانت موجودة هل هي رجعت وشغالة ولا ما فيها مشكلة. طبعا هي عبارة عن صورة اللي هو المجلد بتاع اللي هي المذكرة، وفي نفس الوقت مذكرة هفتحها عبارة عن ملف بي دي اف كان موجود على الفلاشة انا قدرت ان انا استرجعه. هفتحه وهنتظر لحظات بسيطة لحد ما الملف يفتح معايا. ان شاء الله الملف هيبقى شغال مفيهوش اي مشكلة لحظات بسيطة لما الملف يفتح معايا. زي ما حضرتك شايف كده الملف فتح مفيهوش اي مشكلة خالص، الملف شغال مفيهوش اي مشكلة، تمام. يعني معنى كده ان البرنامج ده فعال في استعادة الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة حتى لو كانت الفلاشة لا تعمل او فيها اي مشكلة. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله يكون انتهى. لو انت استفدت منه واتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نقدم ليك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.